المعدة حمض اللاكتيك. لحظة هذا ما أعرف شنو حمض اللاكتيك. ناخذه من شنو؟ من مخلل الملفوف. بضاري شلون مخلل الملفوف؟ أنا ما أدري وين. طول بالك، أنت عندك تليفون بأربع كاميرات صح؟ حلو، دش اليوتيوب كيف صناعة مخلل الملفوف، راح يعلمونك في مليون فيديو. سوي مخلل الملفوف وكل منه كل يوم. وأيضا شنو عندنا؟ الكمبوشة يا جماعة، الكمبوشة قاتل لجرثومة المعدة. وعندنا كبريتيفان. شنو؟ كبريتيفان. من وين ناخذه؟ من الخضروات الصليبية. عاد بس عاد كبريتيفان ومن الخضروات الصليبية. يا جماعة حفظوا، الخضروات الصليبية يعني أي شيء مكور، مثل عندنا الزهرة، البروكلي، أي شيء ملفوف، هذه يسمونه خضروات صليبية. عرفنا شلون؟ ما خلصنا، مدام الأشياء اللي أنا قاعد أذكرها طبيعية يعني لا تحاتي 100%، تفيدك وما تضرك. سواء فيك جرثومة طبيعية يعني لا تحاتي 100%، تفيدك وما تضرك. سواء فيك جرثومة ولا ما فيك جرثومة، مضاد أكسدة بشكل عام. زين، وأيضا شنو عندنا؟ براعم البروكلي يا جماعة. يا تطلبها شكل مكمل أو أنت تسويها. شلون تسويها؟ دش اليوتيوب يعلمون طريقتهم شلون طريقة زراعتها. بس ولكن أنا عن نفسي أطلب مكمل وفوق عمري. وفي منتج اسمه DIM، هذا من خلاصة البروكلي يا جماعة. إذا ما تبي تأكل وايد بروكلي أو ما يتوفر لك، أطلب مكمل اسمه DIM من خلاصة البروكلي. والDIM شنو يسوي بعد؟ يفيد يطيح الاستروجين. الناس اللي عندهم تكيسات عندهم كورتيزول عالي هم يفيدهم. وأيضا شنو عندنا؟ المستكة ولبان الذكري يا جماعة. أنا عن نفسي أطلبهم مكملات وفك عمري. خلصنا؟ ما خلصنا. في بكتيريا لازم ناخذها راح تقتل البكتيريا الضارة، يعني تخيل البكتيريا تذبح بكتيريا ثانية. شنو هي؟ الحين أقول لكم إياها. وفي نوع من البكتيريا يقتل جرثومة المعدة، هذا مهم وضروري، اسمه لاكتوبسيلاس يا جماعة. يقتل جرثومة المعدة، هذا مهم وضروري، اسمه لاكتوبسيلاس يا جماعة. هذا مهم، نقدر ناخذه قبل النوم ونقدر ناخذه على الريج، هم يقتل جرثومة المعدة. والأشياء اللي بيومك دائما تخليها بأكلك، عندنا الثوم والبصل ضروريين جدا جدا جدا. اول شيء هم مضادات اكسده وراح يفيدوننا جرثومه المعده. كذي خلصنا، ولكن خلينا نبتعد عن الاشياء اللي جابت لنا جرثومه المعده، اللي قللت حمض المعده، الكربوهيدرات العاليه والسكريات العاليه. عرفنا شلون؟ الله يعطيكم العافيه اخواني اخواتي، بشكركم وايد انكم تميتوا معي لاخر الحلقه. واي استفسار مو واضح، مع ان كل شيء وضحته، بس هم راح اجاوب إذا صارت لي فرصة. وأشوفكم على خير، وخليكم مع الله. مع السلامة. خلنا نتكلم عن موضوع اللي يصير تشقق بالشفايف. زين، هذا وايد يصير بالشتاء، خصوصا عند اليهال الصغار. راح تشوفه شوية أو شيء حلجه أحمر يصير. بعد إيش راح يسوي لما ينشف؟ راح يضطر يسوي شيء، راح يبلله، بعده راح يحوش هواء، بعده راح ينشف أكثر. فلما يصعد لهني فتلقى الحلج كله أحمر ويوصل عند الخدود. زين، من الفيتامين المسؤول عن هذا؟ يا جماعة فيتامين B2. زين، ليش ما يصير بالصيف دائما يصير بالشتاء؟ انا اقول لك، اول شيء فيتامين B2 من الفيتامينات تذوب بالماء ولا بالدهون؟ بالماء، مو الفيتامينات تذوب بالدهون، يعني ما تتخزن. فيتامينات تذوب بالدهون تتخزن داخل الجسم، هذا ما يتخزن. زين، ايش معنى يصير بالشتاء؟ لان الجسم بالشتاء يرفع حرارته، لان انت برد، وكل ما الجسم يرفع حرارته يستنزف منك فيتامين B2 او اي فيتامين يذوب بالماء، من البي كومبلكس، الفيتامين سي. زين، بعوضه اكل بيض وايد، وايضا اكل الخضروات الخضراء القامجه مثل البروكلي، السبانخ. عرفت شلون؟ وبعدها راح